نهاركم ابيض بخطين حمر مشاهدي قناه الزمالك ومتابعي برنامج نهارك ابيض في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم وشمس يوم جديد ليوم الاثنين 16 يناير 2023، حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم نهارك ابيض. النهارده الزمالك هيلعب، ولما الزمالك بيلعب بيبقى عيد بالنسبه لمحبي ومشجعي وعاشقي نادي الزمالك. مهما كان ترتيبك، مهما كان ظروفك، دايما بتبقى في ظروف خاصة كده لمشاهدة مباريات الزمالك بالنسبة لنادي الزمالك وجماهيره. زي ما قلنا ترتيبك مش هيفرق في أي شيء، وضعك في الجدول مش هيفرق في أي شيء، أي اعتبارات ممكن تبص لها مش هتفرق بالنسبة لجماهير نادي الزمالك في يوم في ماتش لنادي الزمالك. النهاردة تحديدا ماتش بيعد بمثابة مرحلة جديدة، تقدر تقول عليها مرحلة عنق زجاجة، وممكن تساهم بشكل كبير جدا وبشكل مؤثر جدا في رسم موسم نادي الزمالك على الصعيد المحلي. النهاردة مش ماتش دوري، ده ماتش كاس، مفهوش اسم على اتنين، وصلت لنصف النهائي، هتلاعب بيراميدز النهاردة، مباراة ومواجهة صعبة جدا جدا، تخطيت عقبات كتير لحد ما وصلت للمرحلة دي، تخطيت الداخلية في دور ال 32، بعد كده تخطيت قطبي القناة بتاريخهم الكبير، ناديين كبار زي النادي الإسماعيلي، عازفي السمسمية اللي بنتمنى لهم كل التوفيق ويرجعوا بإذن الله لمسيرة الانتصارات في مبارياتهم اللي جاية، كسبناهم في ثمن النهائي، النادي المصري البورسعيدي أصحاب طبعا وأولاد المدينة الباسلة، تخطيتهم في الكوارتر فاينل ووصلت لمواجهة بيراميدز في قبل النهائي. فبالتالي لازم نفكر مع بعض كده أن الوصول للمباراة دي ما كانش بالأمر السهل. أنت تعبت وتعبت جدا وعديت محطات صعبة جدا، وأنتوا عارفين طبعا القرعة كانت من بداية الكاس اللي احنا بنلعبه ده كانت عاملة ازاي، طريق نادي الزمالك كان عامل ازاي وكان صعب ازاي. فالنهاردة هتبقى خطوة مهمة جدا، خلاص خطوة قبل اخيرة بالنسبة لبطولة، بطولة انت صاحب اللقب الاول والاخير ليها، ان نادي الزمالك اول من فاز بكاس مصر واخر بطولة توج بيها نادي الزمالك. انت دلوقتي او احنا في الالفية التالتة، بطولة كاس مصر بالنسبة لك دي بطولة محببة. ليه محببة؟ نادي الزمالك توج بلقب الكاس 9 نسخ، يعني في سيطرة واضحة بالنسبة لمدرسة الفن والهندسة. فآخر 10 سنين بس انت كسبت كاس مصر 7 مرات. انت كسبت كاس مصر 2013 و14 و15 و16 على التوالي، احتكار. بعد كده 2018 و19 واخيرا وليس اخرا البطوله اللي فاتت لكاس مصر 2021، كسبناها في شهر يوليو اللي فات بعد ما شفنا مباراه رائعه من لاعبي نادي الزمالك، قدرت تكسب النادي الاهلي فيها بنتيجه 2-1، اهداف كانت رائعه بالنسبه لزيزو، هدف امام عاشور كان رائع. بطوله غاليه جدا عند نادي الزمالك، بطوله غاليه على لاعبي نادي الزمالك، فبالتالي مش مقبول ابدا انك تفرط في بطوله زي دي. انت خلاص انت على اعتاب الفاينل، مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك انك يبقى في روح، في دوافع اكتر، تخلق لنفسك اكتر من دافع، تترجم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده للوحه فنيه، تفتكر تتويجك في اخر بطوله وتلعب على اللقطة دي واللحظة دي، لحظة الفرحة دي، تفرح جمهورك. وعايز حتة الدوافع دي أقف عندها جدا، لأنه أمر في غاية الأهمية، حاجة مهمة جدا إن اللعيب يخلق لنفسه دوافع. من غير دوافع أنت ما ينفعش تحقق أي فوز في الحياة عامة، حتى ما تقدرش تتخطى أي خطوة. طيب هل اللي بنحكي فيه دلوقتي بعيد عن مسابقة الدوري اللي بتشهد صحيح أداء
مش في افضل حال، نادي الزمالك مش في حالته في الجولات طبعا الثلاثه الاخيره، ولكن بالتاكيد هقول لك لا، ده بيصب على ده. ادائك لما يبقى كويس جدا في كاس مصر تتخطى فرصه كبيره جدا وتعدي قبل النهائي، تعدي بيراميدز النهارده، ده يديك حافز. لو انت ماشي كويس هيبقى حافز عكسي، هيبقى لا هيضيف لك بشكل كبير جدا. هتخش بعديه على المباريات اللي جايه، عندك ماتش قمه، عندك محله، عندك فاركو، عندك فيوتشر، عندك ماتشات صعبه جدا. فانت فريق قدره ليك ان انت تنافس على كل البطولات اللي انت بتخشها، فدي حاجه مهمه جدا. عشان كده بدانا كلامنا النهارده بان المباراه دي هي مباراه عنق زجاجه، لانك بامكان يعني بامكانياتك وبامكانك انت كمان تنقل نفسك، تنقل نفسك نقله نوعيه في الفتره الصعبه دي من الموسم. انت بالذات لو هتبص كمان على المباريات اللي بعدها، مباريات صعبه جدا، مباريات صعبه جدا بعدهم على طول. بعد لقاء بيراميدز عندك ماتش قمه، لما تخش ماتش القمه وانت كسبان بيراميدز في قبل النهائي هيفرق بشكل كبير جدا. كله دلوقتي قاعد مترقب للقصه دي، مترقب للمباراه دي، كله هيتابع المباراه دي. فدي حاجه مهمه حابين نقولها للاعبي نادي الزمالك، موت نفسك، استقتل في الملعب، العب من اجل جمهورك، من اجل ناديك. افتكر الفرحه اللي انت فرحتها من شهور قليله جدا، هتلاقي نفسك بتعمل ده، بتحقق الفوز. عايز اتكلم كمان في امر هو امر فني ونفسي، يعني الناس بتتكلم في ان ماتشات بيراميدز خلاص نادي الزمالك بقى كعبه عالي على بيراميدز، الموضوع بقى خلاص. لا، انا بصراحه انا ضد الكلام ده. المباراه في الملعب مفيش حاجه اسمها تاريخ المباريات بيشفع لنادي الزمالك انه يتخطى ده، لا. هتلعب في الملعب، هتتعب في الملعب، هتموت نفسك في الملعب، اللعيبه هتموت نفسها في الملعب، هتتخطى المرحله دي. ده امر مهم جدا، مع احترامي لكل الناس اللي سردت التاريخ المواجهات والنادي الزمالك كسب كام مره وبيراميدز خسر كام مره واحنا لينا افضليه. لا، ده ماتش صعب جدا وماتش لازم تديله حقه وتبدا كده. مباريات بيراميدز دي دايما لاعبي نادي الزمالك بيبداوا المباراه دي بيموتوا نفسهم من اول الماتش، اخر مباراه والمباراه حتى اللي قبلها، هتلاقي نفسك بتنزل مباراه بيبقى عندك المبادره. فدي حاجه مهمه جدا تعملها، تنزل الملعب، تنزل بثقتك، تنزل بالدوافع اللي عندك، عايز تغير الوجهه. انت بقالك كام ماتش مش ماشي في افضل حال، لا ده ماتش مهم وماتش كبير وماتش فارق، بطوله منفصله عن بطوله الدوري، النتيجه بتاعتها ما فيهاش جدال، ما فيهاش الاسم على اتنين، ما فيهاش تعادل. فان شاء الله باذن الله ربنا يقدر النهارده لنادي الزمالك ويتخطى عقبه بيراميدز في قبل نهائي كاس مصر. عايز اقول كمان ان جمهور نادي الزمالك هيبقى ليه دور كبير جدا النهارده، هيملى جنبات الاستاد في الاماكن المخصصه لجماهير نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك دلوقتي بيهتفوا للاعبي نادي الزمالك، بيهتفوا داعمين لنادي الزمالك في كل الاوقات، فده أمر مهم جدا. أنت لما يبقى في ظهرك جمهور بيشجعك على طول الخط، بيشجعك في المكسب، بيدعمك في الهزيمة، بيعمل معاك كل اللي ما بيتعملش، مفيش جمهور بيعمل كده. جمهور نادي الزمالك الأوفى، جمهور نادي الزمالك اللي شفناه الموسم اللي فات، كانت التذاكر بتاعة المباراة كانت بتخلص في نص ساعة. احنا عملنا ارقام قياسيه حتى في الحته دي. انت دلوقتي التذاكر بتنزل بتخلص بعدها ب 40 50 دقيقه، 40 50 ثانيه. في والله بعض الناس انا قال لك انا اول ما بان ان خلاص التذاكر بتاعت مباراه القمه مثلا نزلت، التذاكر خلصت،
نفس الامر هتلاقيه في المباراه دي واللي قبلها، في مباراه الاسماعيلي، مباراه المقاولين، كل المباريات جمهور نادي الزمالك دايما موجود ودايما في الموعد مع نادي الزمالك. ده كان كلام مهم جدا حابين نقوله عن مباراه نادي الزمالك وبيراميدز اللي هيشهدها استاد القاهره الدولي النهارده. بمناسبه ان احنا اتكلمنا عن استاد القاهره الدولي، فالنهارده 16 يناير 2003 كانت اول مشاركه لنجمنا واسطوره نادي الزمالك شيكابالا. لو تفتكر نادي الزمالك كان بيلاعب المحله في ماتش كان مهم جدا، كابتن شيكابالا اول مباراه يلعبها كانت رسميه، كانت من 20 سنه من التالق، من الابداع، من الفن، من الهندسه. 16 يناير 2003 مباراه كانت امام غزل المحله، نزل شيكابالا وهو لسه صغير في السن، نزل وبمهارته احرز هدف قبل المباراه ما تنتهي باربع دقائق. فاكر طبعا الجول ساعتها كان جول مزيكا، جول من زاويه صعبه جدا في مرمى غزل المحله. فيعني ربنا يديم وجود شيكابالا في الملعب، واسطوره تستحق التقدير والاحترام، ولحد دلوقتي بقاله 20 سنه بيلعب كوره ولسه بيصنع الفارق مع نادي الزمالك، فده امر في غايه الاهميه. امر تاني حابب اتكلم فيه، مباراه منتخب مصر امبارح امام المنتخب المغربي لكره اليد. منتخب مصر عامل عظمه في بطوله العالم، عامل عظمه، متصدر المجموعه، مجموعه فيها منتخب كرواتيا، منتخب الولايات المتحده الامريكيه، والمنتخب المغربي. بيقدر منتخب مصر يفوز في المباراه الاولى على كرواتيا، هتعتبر كانت اقوى الفرق يعني اللي هتقابل منتخب مصر. بعد كده امبارح المنتخب المغربي بتفوز بسكور كبير جدا، بتفوز 30-19 باقل مجهود. يمكن باروندو جارسيا المدير الفني لمنتخب مصر ريح لعيبه كتير جدا، جرب لعيبه كتير جدا، في بعض اللعيبه ما كانتش خدت فرصه في المباراه الاولى، خدت فرصه في المباراه الثانيه امام المغرب. حسن قداح نجم نادي الزمالك بيفوز بجائزه هداف المباراه، واخد او احرز 7 اهداف. لعيبه منتخب مصر عملوا عظمه امبارح برضه، لعيبه كتير تالقت، حميد حارس مرمى منتخب مصر تالق بشكل لافت، مهاب سعيد، كل اللعيبه تالقوا وابقوا على امال مصر في صداره المجموعه باربع نقط، وتحتيها الولايات المتحده الامريكيه وكرواتيا. ولسه عندنا الماتش الاخير ان شاء الله يوم 17 بكره ان شاء الله امام الولايات المتحده الامريكيه في اخر مباريات الدور الاول. مليون مبروك لمنتخب مصر، وان شاء الله احنا عندنا طموح كبير جدا وامل كبير جدا في لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للوصول لابعد مدى ان شاء الله في هذه النسخة من كاس العالم. مباراة النهاردة، مباراة بيراميدز، هتبقى مباراة مهمة جدا زي ما اتكلمنا عنها واستفدنا في الحديث عنها من كل الجوانب الفنية والمعنوية والنفسية. هنتكلم بشكل أكتر عن استعدادات نادي الزمالك وعن فريق نادي الزمالك في التلت الأخير من حلقتنا النهاردة في فقرة سهم وكوس مع الكابتن محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق. هنتكلم معانا بقى عن مفاتيح لعب نادي الزمالك، مفاتيح فوز نادي الزمالك النهاردة اللي يقدر بيها يفوز على بيراميدز. هتكلم بشكل أكتر فنيا عن هذه المباراة بإذن الله في آخر فقراتنا سهم وكوس. عفوا. أما الآن دلوقتي هنروح نستعرض معاكم كل الجديد على الساحة الرياضية، وهنروح لفقرة اقرأ الخبر. في
خير الخبر. البداية كالعادة مع نهارك زملكاوي. أعلن الجهاز الفني لفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة مستر جوزبالدو فيريرا عن قائمة فريق نادي الزمالك اللي هتخوض مباراة بيراميدز النهاردة اللي هتقام على استاد القاهرة الدولي. جاءت قائمة الفريق على النحو التالي: في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي، في خط الدفاع عمر جابر، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، سام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، كابتن محمد عبد الشافي، في خط الوسط محمد اشرف رؤى، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، امام عاشور، سيد عبد الله نيمار، سيف جعفر، كابتن شيكا بالا، واحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي، وفي خط الهجوم سامسون اكينيولا وسيف الدين الجزيري ويوسف اسامه نبي. قائمة فريقنا النهارده استعدادا لمواجهة بيراميدز هتشهد غيابات كتير جدا عن نادي الزمالك. طبعا بيستمر غياب نجم الدفاع محمود حمدي الونش وابراهيم انداي للإصابة، كمان بيغيب احمد فتوح وعبد الله جمعة لعدم جاهزيتهم بالشكل الكامل بعد عودتهم للمشاركة في التدريبات خلال الأيام السابقة وبيخضعوا لبرنامج تدريبي خاص لتجهيزهم. كمان بيغيب محمد طارق، يوسف حسن، لاعبي الزمالك الواعدين لأسباب فنية. امبارح فريقنا خاض ميرانو الختامي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وكان المران في تركيز بشكل كبير جدا على الجوانب الخططية والفنية، بجانب كمان تأهيل خفيف لمنع طبعا الإجهاد بالنسبة للاعبين. الجهاز الفني للفريق بقيادة مستر فيريرا ركز مع اللاعبين بالمران الختامي على جمل تكتيكية خاصة بخطة اللعب اللي هنواجه بيها فريق بيراميدز. كمان كان في تقسيمة فنية خفيفة تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية اللي تم التدريب عليها استعدادا لمواجهة النهاردة. كمان امبارح خلال المران الختامي بمقر النادي عقد كابتن ايمن طاهر مدرب حراس المرمى جلسه مع حراس مرمى الفريق محمد عواد، محمد صبحي، ووجه ليهم تعليمات ونصائح فنيه خاصه. كابتن ايمن طاهر طالب الثنائي بالتركيز الشديد والاستعداد بقوه للمواجهه النهارده باذن الله في حاله مشاركه اي حارس من الاثنين، وطبعا بالتاكيد الاقرب هيكون محمد عواد ولكن تحسبا لاي ظروف خلال هذا اللقاء. كمان كان في تعليمات خاصه بخصوص ركلات الترجيح وكيفيه التعامل معها بالشكل الامثل في حاله الوصول اليها باذن الله في هذه المباراه، في حاله انتهاء المباراه بالتعادل وانتهاء الاشواط الاضافيه بالتعادل. كمان الثنائي أكدوا استعدادهم القوي لمباراة النهاردة ودفاع مرمى نادي الزمالك من أجل تخطي عقبة بيراميدز والصعود لنهائي كأس مصر للموسم الماضي. لسه متواصلين مع نهارك زملكاوي. كان في جلسة مهمة امبارح للمدير الفني جوزبالدو فيريرا مع اللاعبين داخل المعسكر المغلق في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي، واتكلم المدرب في حاجات كتير جدا ووجه رسائل تحفيزية كتير للعيبة. فيريرا أكد للاعبين على ضرورة التركيز في مواجهة النهاردة لأن هي لا تقبل القسمة على اتنين، وهي خطوة نحو الوصول للمحطة النهائية في بطولة كأس مصر من أجل تحقيق الهدف وهو التتويج بالبطولة، وأكد كمان ثقته التامة في جميع العناصر المتواجدة في تحقيق هذا الهدف. شدد كمان في حديثه على الجميع بالالتزام بالمطلوب منه داخل الملعب من أجل الفوز وإسعاد جماهير نادي الزمالك. كمان امبارح ألقى الجهاز الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين مدعومة بالفيديو استعدادا لمواجهة النهاردة أمام بيراميدز. الجهاز الفني عرض بعض الفيديوهات لفريق بيراميدز وخصوصا مبارياتهم الأخيرة وشرح خطة اللعب الخاصة بيهم، نقاط القوة والضعف داخل فرقتهم. كمان شرح فيريرا خطة اللعب اللي هنواجه بيها بيراميدز النهاردة بشكل نظري. كمان وضع لبعض اللاعبين أدوار داخل الملعب بجوار أمور فنية أخرى ستنفذ خلال هذه المباراة.
واخيرا لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم اعلنت امبارح عن طاقم تحكيم مباراه الزمالك وبيراميدز المقرر اقامتها النهارده الاثنين في نصف نهائي كاس مصر للموسم الماضي. واسندت اداره المباراه الحكم محمود البنا كحكم للساحه، ويعاونه محمود ابو الرجال كمساعد اول، وهاني خيري كمساعد ثاني، ومحمد يوسف فياض كحكم رابع، بينما تم اختيار محمد سلامة حكما لتقنية الفيديو وخالد حسين كحكم مساعد لتقنية الفيديو. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في تقديم مباراة كويسة واتخاذ قرارات سليمة عادلة بإذن الله في هذه المباراة. دي كانت أخبار فريقنا، تعالوا نروح بقى لفقرة نهارك عالمي والأخبار العالمية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدي نهارك ابيض في كل مكان. خلونا قبل ما نبدا اخبارنا العالميه نروح نستعرض معاكم كل النتائج اللي حصلت امبارح في كل الدوريات العالميه ونرجع لكم مره تانيه. البارسا عاد وعادت ليالي التيكي تاكا امبارح. برشلونه يعني اللي اتفرج على الماتش، الماتش كان ممتع بالنسبه لجماهير برشلونه ولكل الناس اللي بتحب تتفرج على كوره حلوه، سيطره ايجابيه، نقلات، بساط، حضور ذهني وبدني، استبقى هو بقى وبيلينجهام في ومعاهم طبعا ايرلينج هالاند في سباق كبير جدا في السنوات اللي جايه. في البرتغال لقد البرازيلي ويندرسون جاليو فريقه بورتو. كده انتهت اخبارنا العالميه، دلوقتي جه ميعاد لقطه اليوم. لقطه يعني جميله جدا، انا عايزكم تشوفوا اللقطه وتشوفوا الاحتفال ده من السن ده ونرجع لكم مره ثانيه. طبعا ده ابن مهاجم اللاعب، طبعا مهاجم الفريق طبعا اللي بيلعب فيه دلوقتي كريستيانو رونالدو النصر السعودي، بيقلد الاحتفال بتاع بيقلد الاحتفال بتاع كريستيانو بالظبط. ابن اللاعب اسمه تاليسكو، ده مهاجم فريق نادي النصر السعودي. احتفال رائع، ودايما على فكره الاطفال الصغيره دي ما بتتأثر بالأساطير اللي زي كريستيانو رونالدو، بيعمل الاحتفال بالظبط. يعني أنا اتفرجت على الاحتفال ده أكتر مرة ما بزهقش منه. بص حتى شكل كريستيانو رونالدو وضحكته
وان هو شاف ابن تاليسكا بيقلد الاحتفال بالظبط بتاع كريستيانو رونالدو، فكانت لقطه مميزه جدا من ابن لاعب تاليسكا اللي بيقلد الاحتفال بتاع سي بتاع كريستيانو رونالدو. دلوقتي هنروح هنظبط ساعتنا معاكم ونتعرف على ابرز مواعيد مباريات النهارده. اهلا بكم من جديد وفقره نبض 100 عقبه. خلونا نروح دلوقتي في بث مباشر من داخل نادي الزمالك ناخد زميلنا العزيز المميز مراد ابو جلال مراسلنا من قلب 100 عقبه، نعرف منه الجديد داخل مدرسه الفن والهندسه. مراد قول لنا بقى ماذا لديك اليوم في 100 عقبه؟ برحب بيك في نهارك أمد. برحب بيك الزميل العزيز المتالق احمد علي، برحب بجميع مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان من هنا من نادي الزمالك، ويتجدد لقائنا صباحي ونبض 100 عقبه، واللي بالتاكيد يا احمد لا صوت فيه يعلو فوق صوت المباراه الهامه والمرتقبه، مباراه الفارس الابيض نادي الزمالك امام نظيره نادي بيراميدز اليوم في اطار مباريات الدور قبل النهائي لبطوله كاس مصر، واللي تنطلق ان شاء الله اليوم الساعه 6 مساء على ملعب استاد القاهره الدولي. بالتاكيد مواجهه هامه في كل الجوانب يا احمد، سواء داخل الملعب بين كوكبه من المع نجوم الفريقين او على الخطوط بين طبعا اثنين مديرين فنيين من العيار الثقيل، طبعا مستر جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز والذي تولى القياده الفنيه منذ مباراتين، وايضا طبعا البروفيسور مستر فيريرا واللي متمنى له ان شاء الله اداره فنيه النهارده موفقه في مباراه اليوم امام نادي بيراميدز. بالتاكيد نقاط فنيه كثيره نتكلم معاها مع كابتن طبعا النهارده كابتننا واللي منورنا ومشرفنا كابتن. اتفضل كابتن صالح، منور ومشرف على قناه نادي الزمالك النهارده، يمكن بعد تحيات الزميل العزيز احمد علي. تحياتي ليك يا مراد وتحياتي لاحمد علي، وصباحكم ابيض بخط حمراء حبيبي. صباح الفل عليك يا كابتن، يمكن النهارده مباراه قويه جدا النهارده نادي الزمالك مع نادي بيراميدز، النهارده عايزين برضو نتكلم في وجهات نظر فنيه كابتن، شايف مستر فيريرا النهارده يبدا مباراه ازاي؟ يبدا بالطريقه المعتاده اللي اعتدنا عليها في اخر مباريات 4-3-3، ولا شايف ان هو ممكن يغير النهارده ويسيب الكوره لبيراميدز في نص ملعبها ويلعب من ورا الباكات بتاعه بيراميدز ويلعب لونج باص اللي دايما متعودين عليه من مسلوس سيف الدين الجزيري، ولا يلعب النهارده ازاي كابتن من وجهه نظرك الفنيه النهارده؟ والله مستر فيريرا مغير طريقه اللعب بقاله فتره ل4-3-3، ويعني حصل دروب فيها، ف يعني انا اتمنى من وجهه نظر الفنيه ان احنا نرجع ل3-4-3. ماتش النهارده ماتش صعب، بيراميدز فرقه محترمه كواليتي لعيبه كبير، انما احنا برضو زمالك، فطبيعي ان احنا برضو ننزل النهارده اللعيبه تكون مركزه، اتمنى ان اللعيبه تصالح جمهورها وتصالح ادارتها وينزلوا ويبقوا قد المسؤوليه، لان زي ما قلت احنا يعني احنا اهم حاجه عندنا الدوري، احنا بننافس على الدوري، فان شاء الله نرجع تاني نصحح المسار وان شاء الله نبدا ان احنا يعني
تبقى انطلاقه في النهارده للي جاي بعد كده، لان في بعديها ماتش مهم جدا، ناخد ماتش بماتش بالنسبه للجهاز الفني. وطريقه اللعب زي ما قلت لك يا مراد 3 4 3 احنا نجحنا بيها، فطبيعي ان احنا ان شاء الله يعني بروف لو رجع ليها اعتقد ان في حاجات كتير هتظبط ان شاء الله. كابتن حمدي، يمكن نادي بيراميدز في الفتره الاولى لتكيس جونيورز لعبناه وقدرنا ان احنا نفوز عليه في الدوري بهدف مصطفى شلبي، ولكن طريقته مختلفه شويه عن جيمي باتشيكو. يمكن مستر تكيس جونيورز بيعتمد دايما على الضغط العالي، بيعتمد على التحضير من الخلف، لكن جيمي باتشيكو زي ما احنا عارفين تولى القياده الفنيه قبل كده لنادي الزمالك وبيلعب دايما على تضييق المساحات وعلى تقارب الخطوط. شايف النهارده ان ممكن يبقى في النهارده لنادي بيراميدز خطوره اكتر من مباراه الدور الاول او مباراه الدوري اللي فاتت؟ طبيعي ان مستر باتشيكو يعني هو تولى القيادة الفنية لنادي الزمالك قبل كده، فهو عارف لعيبة نادي الزمالك كويس، وطريقته كمان مختلفة شوية عن جونياس. جونياس بيلعب استحواذ يعني دايما كرة مع بيراميدز، بس دايما ما كانش فيه إيجابية على الجون. مستر باتشيكو لا، مستر باتشيكو بيلعب لعب مباشر، في حالة ان هو مثلا متقدم فبيستحوذ على الكرة، ده ممكن يعمل لنا مشكلة شوية. احنا النهاردة ان شاء الله لو نزلنا من بداية الماتش يبقى لينا المبادرة، لا الوضع هيختلف خالص ان شاء الله، والوضع هيبقى احسن بإذن الله. كابتن، نقدر ازاي طبعا نحد من خطوره اهم لاعبين النهارده بلاتي توريه، وليد الكارتي برضو، عبد الله السعيد لما بيلعب مركز رقم 10، وعندهم ابراهيم عادل ممكن يشارك بصفه كبيره النهارده، ورمضان صبحي، يمكن ده مكمن الخطوره النهارده في نادي بيراميدز، ازاي نقدر ان احنا نحد من الخطوره دي؟ يعني احنا النهارده لو لعبنا ب 3 4 3 زي ما قلت لك يا مراد، يعني حسام عبد المجيد وجنبه مثلا الزناري او عبد الغني والمسلوسي، ونلعب مثلا بنمر ودونجا وامام وعبد الشافي ويوسف اسامه وسيف الجزيري وزيزو، اعتقد ان الشكل والطريقه دي لا هيدينا اولويه ان احنا كمان نقدر نضيق المساحات ونحد من خطوره بيراميدز ان شاء الله يا حبيبي. شكرا جدا، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله كل التوفيق للفارس الابيض. حبيبي مراد، وتحياتي لاحمد علي، وان شاء الله يبقى يوم جميل على جمهور نادي الزمالك، وان شاء الله نفرح كلنا النهارده وتبقى انطلاقه للي جاي باذن الله. شكرا كابتن حبيبي مراد. يعني زميلي العزيز احمد، يمكن ده كان لقاءنا مع الكابتن حمدي صالح مدرب مساعد فريق 2007 بنادي الزمالك، اتكلمنا معاه طبعا عن المباراه الهامه النهارده امام نادي بيراميدز، وكل الامنيات الطيبه ان شاء الله وكل التوفيق للفارس الابيض اليوم بحجز تذكره الصعود الى الدور النهائي من البطوله المحببه لدى طبعا جمهور نادي الزمالك بطوله كاس مصر. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا المميز مراد ابو جلال. دلوقتي تعالوا نروح على مدرجكم الافتراضي، وصلنا لفقره الشارع الابيض. اهلا بكم في الشارع الابيض. جمهور نادي الزمالك لا يتوقف عن الحب والدعم وتقديم كل انواع المؤازره لفريقه ولاعبته قبل مرحله صعبه جدا ومهمه جدا كل فريق نادي الزمالك داخل عليها، ان شاء الله نعديها بفضل ربنا وفضل جمهورنا اللي عنده رساله دعم مهمه جدا قبل موقعة الليلة امام بيراميدز في قبل نهائي الكاس. تعالوا نشوف جمهورنا قال ايه ونرجع مره تانية. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق والسداد لفريق الزمالك. وماتش بيراميدز عموما بيبقى فيه حساسيه خاصه شويه، دايما في منافسه كده شريفه محترمه، بس هو من الفرق اللي المنافسه فيها حساسه شويه، وده ماتش طبعا سيمي فاينال كاس مصر، وان شاء الله باذن الله نكسبه وناخد الكاس زي ما خدناه السنه اللي فاتت، وكل التمنيات والتوفيق ان شاء الله لفريق الزمالك ويسعد جماهيره اللي منتظرينه ان شاء الله باذن الله. اولا لعيبه الزمالك لعيبه رجاله، ما فيش موقف كان صعب عدى علينا وخذلونا قبل كده، واحنا متعودين عليهم من قبل كده. كان عندنا لما اتذكر يعني كان عندنا خدنا بطولتين في اسبوع، وكان يناير، كان فبراير الابيض علينا، وان شاء الله باذن الله يكون الشهر الجاي ده الشهر اللي احنا فيه ده يناير الابيض علينا برضو. احنا طبعا كلنا بنجري ورا نادي الزمالك من حبنا فيه، واحنا ما نقدرش نستغنى عن نادي الزمالك، ونادي الزمالك ده في دمنا، مش عايز كلام تاني.
وبنأيد اللي بيعمله المستشار مرتضى من كل الجوانب من جميع الجهات يعني، وربنا وفقنا جميعا. بحب لعيبه الزمالك ونادي الزمالك وسياده المستشار. نادي الزمالك من غيره ولا حاجه طبعا، اساس نادي الزمالك سياده المستشار. فبنقول للعيبه يعملوا حاجه ويقفوا معاه ويفرحونا دايما بنجاحهم وبدعمهم للنادي، ان هم يقفوا مع سياده المستشار بيسهل لهم حاجات كتير وبيعملوا لهم حاجات كتير اغلبيه الانديه ما بتعملهاش. فياريت يقفوا معاه ويعملوا حاجه للنادي. ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك ولاعيبته، ان شاء الله نلعب ماتش، ان شاء الله نوصل لنهائي الكاس. مباراه هتكون صعبه جدا، وان شاء الله المكسب لنادي الزمالك، وان شاء الله المكسب ان شاء الله هيجيب مكسب تاني لمباراه الاهلي، وان شاء الله اللعيبه رجاله، وهتبقى ان شاء الله مكسب، وهنبقى فرحه فرحتين باذن الله. ماتش الزمالك وماتش بيراميدز وماتش الاهلي باذن الله يا رب، وهنعدي بيراميدز باذن الله، وهنكسب الاهلي ان شاء الله في الماتش اللي جاي باذن الله. اقول لهم يا ربي ربنا يكون معاهم، احنا واثقين في لعيبتنا مهما كانت نتائج المباراه. زي ما كنا بنتكلم في البداية كده في مقدمة الحلقة النهاردة، بطولة الكاس بتبقى غالية جدا على نادي الزمالك، احنا أول وآخر من توج بيها وأكثر المسيطرين عليها في العصر الحديث، وبالتالي بالتأكيد كل واحد زملكاوي عنده ذكريات حلوة جدا مع ماتشات الكاس وعنده بطولة مفضلة غالية عليه. تعالوا نعرف بقى أجمل ذكريات جمهور نادي الزمالك مع هذه البطولة، بطولة الكاس، ومنها إلى فاصل قصير نرجع لكم فيها فقرة سهم وقوس مع نجمنا اللي هيشرفنا وينورنا النهاردة كابتن محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق. بالنسبة للذكريات عن كاس مصر، طبعا آخر بطولة احنا خدناها السنة اللي فاتت 21 كانت بطولة غالية جدا، لأن طبعا خدناها من الفريق المنافس بتاعنا الأهلي، فكانت بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. والبطولة الأغلى كمان برضو اللي هي اللي كانت في 2019 لما كسبنا بيراميدز 3-0. والله هو في بطولات كتير خدناها ورا بعض وكده، بس بالنسبة لي اللي غالية عليا قوي الأخرانية اللي احنا خدناها من النادي الأهلي اللي لسه من كام شهر، يعني ماتش 2-1. لكن هو في طبعا ذكريات كتير، طبعا ما انساش مثلا ماتشنا مع سموحه في 2014. اهم بطوله السنه اللي فاتت، لان هي كانت مع الدوري، هي واللي قبليه برده او موسم 2015، يعني دولت كان الدوري والكاس، فكانت الفرحه فرحتين يعني. طبعا الذكريات مع عمرها ما بتتنسي، خصوصا في نادي الزمالك. وانا هقول احلى حاجه اللي خلينا في الاخر حاجه اللي كانت السنه اللي فاتت، احنا خدنا دوري واخدنا كاس. البطوله بتاعت النادي الزمالك بتاعت السنه اللي فاتت والناس كلها كانت مبسوطه، والفضل يرجع لسياده المستشار مرتضى لانه كان مدعم اللعيبه ومدعم النادي، ودايما يا رب نادي الزمالك في التقدم. اهلا بكم من جديد في فقره سهم وقوس. عندنا موقعه مرتقبه النهارده على ارض استاد القاهره، يدخلها الفارس الابيض امام حضور 5000 مخلص من انصاره الاوفياء، كل هدفه تخطي اخر عقبه النهارده، العقبه قبل الاخيره فقبل نهائي كاس مصر للموسم الماضي. ان شاء الله نتمنى الفوز النهارده عشان نادي الزمالك يتخطى هذه المباراه، يوصل المباراه النهائيه، يحقق لقبه رقم 29 في بطوله كاس مصر، اقدم البطولات المصريه. هيكلمنا بشكل اكتر بشكل فني عن نادي الزمالك كابتن محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق، اللي برحب بيه وبيشرفني وبينورني دايما. يا هيما شرفنا حبيبي ابو حميد، ربنا يخليك. نهارك ابيض ونهار ابيض على كل الزملكاويه. شايف الملامح الفنيه المباراه زي دي، مباراه ما بين فريرا وباتشيكو، تشيكو طبعا حافظ نادي الزمالك او عارف على علم باغلب لاعبي الفريق، شايف المواجهه دي ازاي؟
لا باتشيكو يعني مش يعني باتشيكو لما كان موجود في الزمالك مبدئيا ما كانش فيه نص اللعيبه دي ما كانتش موجوده يعني. بس نص اللعيبه كانت موجوده. النص التاني كان موجود بس انت دلوقتي يعني خلاص عدوا درايه. بص احنا انت بتتكلم في اصلا انا مش جايب مثلا شيكابالا ده من لسه اول مره يلعب ما ده الناس كلها عارفه 20 سنه بيلعب في النادي الزمالك عارفه طريقه لعبه وعارفه طريقه حتى الصفقات الجديده الناس عارفاهم بيلعبوا ازاي اصلا في الدوري وعارفه اسلوب لعبهم ازاي. هي القصه كلها بتختلف ان انت كمدير فني انت طورت بقى من طريقه اللعب طورت من اسلوب لعب لعيبه عندك فدي بتبقى ده الاختلاف جوه الملعب ان انت بتلعب شطرنج زي ما بيقولوا كده يعني بتبتدي تعمل تدوير بتبتدي تعمل تلعب على الجانب الذهني للمدير الفني اللي قدامك الجانب النفسي للعيبه الحاجات دي كلها. مباراه الكاس مش متوقعه ما ينفعش فيها توقع لان انت لازم في حد فيها حد يكسب تمام بس هي التاريخ بيقول احنا لعبنا بيراميدز 13 مباراه منهم ماتش واحد في الكاس تمام ماتش الكاس ده احنا كسبنا 3 كان نهائي 2019 كسبنا 3 لعبناهم 13 مباراه في الدوري يعني لعبناهم مباراه في الكاس و13 مباراه في الدوري كسبنا 9 تعادلنا 3 وهزمنا من بيراميدز في 14 مباراه هزمنا ماتش فالتاريخ لمصلحه نادي الزمالك. انا لا اعتقد بمثل هذه الامور. انا ما بحبش التاريخ في حته تاريخ المواجهات فانا عندي افضليه عنده في النهارده انا لا ما هي ما انا هرجع لك بقى في الملعب دلوقتي في الملعب هو السكواد بتاع السكواد بتاع بيراميدز اقوى سكواد موجود في افريقيا اصلا يعني حتى اللعيبه اللي عنده حتى المحترفين اللي عنده من افضل المحترفين اللي موجودين في افريقيا لكن انت نادي الزمالك شخصيتك تاريخك كل حاجه جمهورك حتى الملعب هيبقى النهارده متقفل لنادي الزمالك ال 5000 ما اعتقدش ان فيهم حد هيشجع بيراميدز. انا توقعاتي ان الزمالك النهارده لو فرض شخصيته من اول الماتش هتكسب ماتشات بيراميدز او الماتشات الفرق الكبيره عامه يا احمد. بص يعني فرقه زي بيراميدز فرقه زي النادي الاهلي الفرقه دي مش متعوده ان حد يهاجمها ويمسك كوره ويدور كوره عليهم مش متعودين ان هم يدافعوا متعودين ان الفرق كلها تدافع عليهم وهم اللي بيهاجموا فانت لما بتعمل ده قدامهم بتلاقي الماتش سهل جدا 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 على النقيض لو انت سبتهم هم اللي يعملوا فيك ده انت برضو كنادي الزمالك انت مش متعود ان حد يهاجمك وحد ينقل الكره عليك ويستحوذ عليك ويستحوذ على نص الملعب والحاجات دي كلها فبتلاقي تحس الماتش صعب جدا وبيروح منك فهي دي القصه كلها ان انا لازم النهارده امتلك نص الملعب لازم نسبه الاستحواذ بتاعتي تبقى عاليه جدا 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 زائد ان النهارده كاس يعني الفرصه ممكن ما تجيش تاني يعني ممكن يجي لك فرصه اتنين طول الجيم فيبقى التركيز لازم يبقى درجة التركيز النهاردة عالية جدا جدا لأن دي البطولة المحببة لينا زي ما بيقولوا كده للنادي الزمالك والجمهور الزمالك والبطولة دي احنا دايما بنحسها بتحبنا يعني بتحب كاس مصر بيحب نادي الزمالك يعني ما بيحبش يطلع من جوه 100 عقبة فنتمنى النهاردة طبعا ربنا يكرمنا ويوفقنا ويعني ونصعد للمباراة النهائية ونتوج بالكاس إن شاء الله. مدرسة مختلفة باتشيكو عن تاكس جونياس يمكن في المباراة الأخيرة كانت فرص كتير قوي لفريق بيراميدز وكسبنا بهدف مصطفى شلبي تاكيس بيعتمد على الاستحواذ كتير جدا باتشيكو بيعتمد على التحولات تمام والاستحواذ بتاعه ايجابي جدا لما كان مع نادي الزمالك بيستحوذ في الثلث الامامي لما بيضغط الفرقه بيضغط ضغط عالي وبيلعب بيستحوذ وبيخلق فرص وبيخلق مساحات وبيلعب دايما في ظهر الباكات وفي ظهر المدافعين دايما كده بيلعب هي في المساحات المختلفه طبعا مختلفه جداً. عن اللي فات طبعا هو دايما باتشيكو بيلعب في ظهر المدافعين او في ظهر المساحات او هو دايما بيذاكر كويس عكس تاكيس عنده مشكله يعني هو من المدربين الشاطرين جدا 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 اللي جوه مصر بس هو عنده مشكله هو سيستم لعبه واحد من ايام ما كان في دجله لحد ما مشي من بيراميدز هي سيستم اللعب واحد مع ان السكواد بتاعك اللي كان في دجله السكواد بتاع بيراميدز اعلى منه بكتير فانت كان لازم تطور من طريقه لعبك على بما يتناسب مع الامكانيات لعبتك باتشيكو عنده دي عنده الحنكه دي زي ما بيقولوا كده عنده السنس ده اللي هو ممكن يخلي بيراميدز في حته تانية خالص تمام. فريرا ازاي يتعامل مع ده؟ لا مستر فريرا طبعا يعني هو اكيد يعني هو البروفيسور بتاع الناس دي كلها يعني هو يعني في علم التدريب عندنا هو لا هو البروفيسور بتاع الناس دي كلها فطبيعي ان انا هنزل كنادي الزمالك يعني لو انا مسؤول عن الماتش النهارده لا انا هنزل العب اسلوبي وسيستمي وهلعب وهضغط من فوق وهدور الملعب وهستحوذ على الكوره وهخلي بيراميدز هما اللي يلعبوا على نفس السيستم بتاعي مش هستنى ان هما ان هو اللي يفاجئني وان هو اللي يبادر وان انا ابقى رد فعل لا انا دايما هبقى فعل لان انا دايما انا نادي الزمالك انا بطل دوري وكاس سنتين انا من افضل الفرق اللي موجوده في افريقيا اذا ما كنتش افضلهم فلازم انا انزل
اسيطر على الجيم من اوله. طيب شايف ان نتيجتين الماتشات اللي فاتت الاتحاد والداخليه تعادلين، ورغم ان دي منافسه مختلفه ولكن بتسبب ضغط على لاعبي نادي الزمالك على الجهاز الفني للزمالك؟ بصوا طبعا طبيعي انت في نادي الزمالك، يعني التعادل بالنسبه للناس تبقى نهايه الكون يعني، فما بالك تعادلين ورا بعض وقبليهم كانت هزيمه من اسوان يعني، فالموضوع تحس ان يعني ايه، زائد ان الاعلام ما يديني حاجه كده ان الدنيا كارثيه في نادي الزمالك. لا بالعكس، احنا ولا كارثيه ولا حاجه، احنا الفرق كام بونت؟ فرق 4 بونت، يعني انت بتتكلم في كلام فاضي. طيب انت فاهم قصدي؟ لسه بدري جدا على الدوري، لسه بدري، انت فاهم قصدي؟ فالموضوع لسه، بس هي الدنيا متهوله علشان يضغطوا على اللعيبه نفسيا، لكن اللعيبه دي محتاجه في التوقيت ده محتاجين نتعامل نفسيا كويس. ما عنديش مشكله خالص حتى لو غيرنا طريقه اللعب، لان احنا اصلا احنا غيرنا طريقه اللعب، بقينا نلعب 4 حاليا، لما كنا بنلعب ب3 كنا ماشيين كويس جدا تمام، فاحنا حاليا بنلعب 4. انا ما عندي يعني ايه المانع ان احنا نرجع نلعب ب3 تاني؟ ايه المانع في 3 في نص الملعب، 3 ورا، 3 4 3 4 3؟ اه ايه المانع؟ لان يعني احنا خدنا بيها دوري وكاس سنتين ورا بعض، طب ايه المانع ان انا ارجع تاني؟ اصل النغمه ان احنا ما كانش عندنا السكواد العالي فعشان نلعب 4، طب انا السكواد جه دلوقتي والدنيا مش ماشيه، طب ايه المشكله ان انا ارجع لطريقتي اصلا المحببه ليا وان انا العب 3 4 3؟ ولو ان انا شايف 3 4 3 دي خطه خطه هجوميه جدا بالظبط، صحيح، بس انت كان بيخش فيك جوان قليله، كنت بتسيطر على نص الملعب، تستحوذ، مأمن خط الظهر كويس، وانت عندك ناس قدام ما شاء الله عليهم بتعرف تجيب لك جون، فكنت بتكسب كل ماتش. طرق اللعب لما بتتغير كده بتخلي اللعيبه ما عندهاش حته التمركزيه الصح، يعني اللعيب لما بيجاب من اليمين للشمال، من الباك للمساك، الحته دي ممكن تلخبط اللعيبه شويه، ياخدوا وقت عقبال ما يمشوا مع نفس السيستم الجديد. ما هو حسب مين اللعيب، يعني انت في لعيبه كبيره، ما هو انا دلوقتي كمدرب في لعيب مثلا بيلعب باك رايت وبيلعب مثلا 6 وبيلعب 8 وممكن العبه 4 سيرت باك مثلا، ممكن العبه وينج رايت، فده لعيب بالنسبه لي نموذجي بيحل لي تمام، لكن هو بيبقى ليه دور او مثلا ليه بوزيشن معين، انا مثلا سايب بلعب 6، فلما انا كمدرب بلعبك 6 بحاسبك 100% على البوزيشن بتاعك، لكن لما باجي العبك باك رايت مثلا اتحركت ليك باك ليفت ما بحاسبكش، احنا كجمهور بقى او الناس الجمهور احمد علي ما قداش الماتش اللي فات بشكل، انا كمدرب هحاسبك 60% بس، لان ده مش البوزيشن بتاعك، بس انت بالنسبه لي حليت لي ازمه في الماتش، فانت بالنسبه لي نمبر 1 عندي، يعني انت بالنسبه لي من الناس الرجاله اللي ما قالتليش لا اللي حلت لي الازمه، لكن بالنسبه للناس لا ده احمد ما قداش كويس، ما هو ما قداش كويس يا جماعه عشان ما بيلعبش في البوزيشن بتاعه، بس هي ظروف الجيم حكمت ان هو يجي هنا، انت فاهم قصدي؟ فهي دي قصه، لكن لعيبه الزمالك لا، لعيبه كبار جدا وعندهم خبرات كبيره جدا، وان انا يعني بنشوف زيزو دلوقتي يلعب وينج رايت او وينج ليفت بيبقى شغال بشكل كويس، ولو اني مصر ان زيزو لو لعب رقم 10 هيبقى من افضل اللعيبه اللي في مصر. طيب انت دلوقتي بتتكلم، انت طبعا كنت لعيب بخط نص، فانت شايف التركيبه انت عايز تلعب 3 4 3، انا 3 4 3، مين اللي في نص الملعب الاثنين 3 4 3 هيبقى في اثنين في نص الملعب؟ بص انا ليه وجهه نظر، انا البروفيسور بيلعب دلوقتي 4 3 3 وبتتغير ل 5 3 2 و 3 5 2 في وسط المباراه، ولكن انت شايف اثنين ولا ثلاث لعيبه في نص الملعب؟ انا شايف الزمالك حاليا السكواد بتاعه اثنين، لان لعبتنا قويه جدا ما شاء الله تمام، زائد ان انا عندي مشكله، عندنا رؤى، عمرو السيسي، دونجا تقريبا نفس ستايل اللعب، سيد نيمار طبعا، لا سيد، بص سيد هو خلي بالك ولعب على عدلته في الماتش ده اللي هو كان بيلعب فيها في التشكيل، قلت لك هنا قبل كده، السيد اللعيب بتاعي في كام فرقتي، سيف جعفر كان فرقتي، يوسف اسامه نبيه، يوسف بيلعب هاف رايت على فكره مش هاف ليفت خالص، هاف رايت، هاف رايت هو هاف رايت حاجه طياره مش طبيعيه يعني، فاهم؟ بس هو ربنا كان موفق في الحته دي بقى، الحته اللي انا بقول لك فيها ان هي بتاعه المدرب الكبير، ان انا بوظف لعيب في مكان صح فبيأدي بشكل كويس، سيد لما اتوظف ناحيه الباك رايت ادى بشكل مش طبيعي، صحيح. لما لعبنا 3 ولعبنا 4 وسيد هو الرابع ناحيه اليمين بيأدي بشكل كويس جدا جدا جدا، لما بيروح ناحيه الشمال بيأدي برضه بشكل كويس، لان هو اصلا بيلعب ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين تمام. انا 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 يعني انا شايف الماتش النهارده هيخلص تصويب، هيخلص حاجه
بتاعت لعيب كبير، يعني حاجه مش متوقعه، حاجه بره الصندوق، حاجه يعني حتى بعد شر لو دخل فينا جون وان شاء الله مش هيحصل، برضه هتلاقي حاجه برضه بره الصندوق، حاجه مش عاديه، مش اوفر عادي. ولو ان هم مميزين جدا في الكور العاليه، ودي لازم برضه النهارده ناخد بالنا منها جدا، لان لولا تالق عواد في الماتش اللي فات بتاع الدوري احنا ما كناش كسبنا. عندهم خلي بالك خط هجوم قوي جدا. لا كمان عندهم الديفنس مميز في الكور العاليه، علي جبر والطوال، علي جبر حاطط ثلاث كور بدماغه ورا بعض. انت قصدك في المسدة الهجومية اللي في الماتش اللي فات، فدي حاجات نقط لازم ناخد بالنا منها، زائد ان احنا يعني اخر ثلاث ماتشات تقريبا دخل فينا جونين كورنرز، فدي لازم شغل ملعب، لازم شغل خططي، لازم نعرف لاعبتنا ان شغلهم على ده، لان احنا ما ينفعش نادي الزمالك كل ماتش يخش فيها جون كورنر، ما ينفعش شاري لعيب ب 20 مليون 30 مليون عشان يخش فيها جون كل ماتش كورنر، مش هتنفع. لازم نقف وقفه صح، ولازم ناخد بالنا جدا جدا، لان بيراميدز مميز في الكور الثابته جدا. شايف ازاي بقى الديفنس بتاع نادي الزمالك يقف صح، وشايف ازاي يتعامل مع القوه الهجوميه لفريق بيراميدز؟ بتكلم على عبد الله السعيد، بتكلم على رمضان صبحي، فخري لاكاي، عادل فخري لاكاي، فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف لو نزل، يعني شايف ازاي يبقى التعامل مع الكم ده من اللعيبه؟ انا قلت لك هي القصه في ايه، انا لو مسؤول عن الماتش ده هدور الكره كتير جدا جدا جدا، فخلي المدافعين المهاجمين بتوع بيراميدز مدافعين ليا، للمدافعين بتوعي، فهيضطر ان هو يجري يدافع عليا كتير جدا جدا جدا، فلما هتجيله الكوره هيبقى المعدل البدني بتاعه والذهني مش زي ما هو مرتاح وانا مريحه وعمال اديله الكوره وانا مستنيه ان هو يحضر وواقف مرتاح، فهتلاقي اخطاء الفنيه عندهم كتير جدا. فالنهارده مكسبي الاستحواذ، نسبه الاستحواذ كتيره جدا، وان انا ما العبش الكوره الطويله، ان انا العب على الارض، وان انا انقل الكوره، وان انا اطلع دايما في نص ملعب، دايما في نص ملعب بيراميدز، حتى الديفنس بتاعي يطلع خطوتين في نص الملعب بتاع بيراميدز، لان احنا عندنا السرعات ورا، وعندنا القوه البدنيه، تمام، فما عنديش مشكله من السرعات الطويله والقوه البدنيه. ولازم النهارده فرقه زي بيراميدز دي لازم العبها في 30 يارده 35 يارده بس، ما ينفعش العبها في الملعب كله، تمام. ودي خلي بالك مشكله بتواجه اغلبيه الفرق في الدوري، يعني يمكن الفرقه الوحيده اللي كانت بتعملها السنه دي كويس او فرقتين ومقدمين شكل كويس جدا 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 ومفاجئين الناس كلها، والناس يعني ايه المفاجات اللي عاملينها؟ غزل المحله واسوان، صحيح، عاملين كده ما بيلعبوش في مساحه كبيره، بيلعبوا في مساحه صغيره وعمالين بينقلوا باص 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 صغير، فجاه بيلعبوا على اخطاء بقى المنافس، سيرت باك قلش واحد متمركز غلط بتاع، جابوا جون شكرا، تلاقيهم واخدوا 3 بونت وعمالين بيطلعوا في الجدول، بيتسحبوا كده في الجدول. فالنهارده لازم العب في 35 متر بس طول وعرض، لازم اخنق الملعب على بيراميدز، ولازم العب الشورت باس، ولازم اعمل مثلثات جوه الملعب، ولازم ادور الملعب كتير والكوره كتير. هتلاعب بيراميدز نفسيا هتلاقيهم وقعوا، ده مكسبك، تمام. زائد زي ما قلت لك التركيز في ان انا في انهاء الهجمه زي ما بيقولوا كده، ان انا لازم جات لي كوره، جات لي اتنين، جات لي ثلاثه، اللي بتيجي على المرمى لازم تخلص بس. دور زيزو هيبقى مهم قوي، خصوصا ان هو من نجوم المباراه، شايف دوره ازاي في مباراه زي دي؟ بص، زيزو بقى دلوقتي حاليا رمز من رموز نادي الزمالك، يعني لا يقل قيمه عن الكباتن الكبار اللي هم تاريخ النادي، اللي احنا بنقعد نستمتع طبعا بالاداء بتاعهم بتاع زمان على القناه. زيزو دلوقتي بقى واحد من الكبار، واحد من النجوم، واحد من رموز نادي الزمالك. يكفي ان انت دلوقتي بتجيب سيره الزمالك في اي حته بيقول لك زيزو شيكابالا، كان الاول شيكابالا بس، فدلوقتي زيزو شيكابالا، تمام. فزيزو النهارده ليه دور كبير جدا، او مش النهارده بس، هو ليه دور كبير جدا في مشوار نادي الزمالك، ان انا كزيزو لازم اتالق في كل الماتشات، لازم اساند فريقي في كل الماتشات، هو عامل ده بشكل كويس جدا جدا جدا، تمام. راجل شويه يمين بيأدي بشكل كويس، شويه شمال بيأدي بشكل كويس. انا برضو ما زلت مصر ان زيزو لو لعب من قلب الملعب، لو اللي ابتدى متستارت من قلب الملعب وابتدى يطلع على الاطراف هيبقى خطر بشكل مش طبيعي، لان عنده السرعات وعنده القوه. وزيزو لعيب ذكي، ودي مش موجوده في لعيبه كتير في مصر، خلي بالك في لعيبه كتير جامدين جدا بس مش اذكياء، يعني زيزو، عبد الله السعيد، ناس كده بس بسيطه، اللي هو ممكن وهو بيجري يرفع عينه ويعمل لك واحده مش متوقعه عكس اتجاه الجول، تمام. فالنهارده زيزو ان شاء الله هيبقى هو سبب مكسبنا باذن الله، ومستنيين منه كتير، ومستنيين منه بطوله الكاس وبطوله الدوري ان شاء الله. هجوم نادي الزمالك متاثر بقاله فتره، سيف الدين الجزيري كان من نجوم نادي الزمالك ومن اهم الاوراق في هجوم نادي الزمالك، شايف ازاي ترجع له الثقه؟ يعني الراجل راجع من كاس العالم، طبعا كان محبط بعض الشيء بسبب ان هو ما شاركش مع منتخب تونس، ولكن
ما رجعش لفورمته، ما رجعش لمستواه، ما رجعش لادائه اللي احنا متعودين عليه سيف الدين الجزيري، ازاي ترجع له الثقه؟ بص يعني سيف الدين الجزيري انا شايفه فرود كويس جدا جدا، من افضل الفراوده اللي موجوده في افريقيا، وانا ما باخدش من الكلام بتاع السوشيال ميديا والناس ان الجزيري ولازم نمشي له، بالعكس من افضل الصفقات اللي جت نادي الزمالك بالارقام، تمام، من اقوى الفراوده وفرود محطه كويسه جدا جدا جدا. انا شايف ان الجزيري لازم دلوقتي في التوقيت ده نتعامل معاه نفسي بشكل كويس، لازم ككوتشنج بقى يتعمل له تمرين انديفيدوال على الجون والجون فاضي، يعني الجزيري لازم اديله الثقه هو وسامسون ان احنا نديله الكوره والجون فاضي، حط جون، خلي رجلك تاخد ان هي تدخل جون في وقت من الاوقات، احنا بنحتاج ده نعمل ده مع اللعيبه بتاعتنا اللي الثقه رايحه منهم شويه، فابتدي اديك الكوره سهله قدام الجون والجون فاضي، فعايزك تجيبها جون لحد ما رجلك تاخد على الجون بس، فدي بترجع ثقه ليك تاني في نفسك، تمام. لكن الجزيري فرود من الفراوده الجامدين جدا المؤثرين في الدوري المصري، وراجل محترف تونسي ومؤثر في منتخب تونس بشكل كبير جدا جدا جدا. وانا متوقعاتي ان الجزيري مش هيفضل في المستوى، يعني انا شايفه تكتيكيا ناجح جدا، يعني انا شايفه تكتيكيا ناجح جدا، بدليل ان مستر فيريرا ما استغناش عنه في كل المباريات، تمام. هي حته سوء التوفيق بقى ان انا ما جبتش جون ماتش 2 3 دي عادي جدا، بتحصل مع اي حد في الدنيا، يعني حصلت مع احسن فراوده في العالم، مش قصه. كريستيانو قعد فتره كبيره ما يجيبش اهداف، ليفاندوفسكي قعد كده، انت بتتكلم في ناس اسامي بملايين الملايين حصلت معاهم الكلام ده. فما بالنسبه لي انا كمدرب ما فيهاش مشكله طالما هو بيأدي الاداء المطلوب منه او التكتيك او الشغل الجيم اللي بيطلب منه بيأديه، فهو بالنسبه لي كويس. وانا توقعاتي ان الجزيري النهارده هيهدف باذن الله. يعني المباراه ليها اكثر من تفصيله كده، يمكن هي مباراه في الكاس فقبل نهائي كاس، فازاي الجهاز الفني يتعامل نفسيا مع اللعيبه ان دي مالهاش علاقه بالدوري؟ طيب وبعدها مباراه القمه، فانت تفصل خالص مالكش دعوه بماتش القمه ما تفكرش فيه. المعادله دي انت لو مدير فني يا محمد تعمل ايه مع اللعيبه؟ تقول لهم ايه؟ يعني لو انا مدير فني هحفزهم بس، بمعنى يعني انا مثلا دلوقتي ممكن افرجهم على ماتش بيراميدز اللي احنا كسبناه 3، ممكن افرجهم على ماتش الاهلي اللي انت كسبته في نهائي الكاس 2-1، ممكن افرجهم على فرحه الجمهور وهتاف الجمهور للعيبه بعد الماتش ان انا كسبانه، دي حاجات كلها تحفيزيه ملهاش علاقه بالكوره خالص، دي حاجات كلها تحفيزيه ملهاش علاقه بالكوره خالص، دي حاجات كلها تخلي اللعيب يبقى عايز يموت نفسه عشان خاطر النادي، عشان خاطر الجمهور، عشان خاطر اللحظه اللي حصلت اللي انا شفتها من سنه من سنتين، الناس شايلاني على كتافها، الناس يعني انا عجباني جدا الفرحه بتاعت امام عاشور في الجونه، عجباني جدا الفرحه بتاعت زيزو في مباراه الشرقيه الدخان، اللقطات دي لازم تيجي، لازم اللعيبه تشوف رد فعل الجمهور. انا ما بوريكش زيزو، ما بوريكش امام عاشور، انا بوريك رد فعل الجماهير اللي بتعشق الكيان عامله ازاي بمكسبك، انت فاهم قصدي؟ اوريك رد فعل الجمهور في مباراه نهائي الكونفدراليه، الحاجات دي كلها رسائل تحفيزيه للعيبه، لازم ده توقيتها، لان انت داخل على ماتشين، ماتش يحطك نهائي كاس، ماتش يرجعك اول دوري، فانت داخل على ماتشين جامدين جدا. ايه النصيحه اللي تقولها للعيبه؟ انا اقول للعيبه انتوا افضل فرقه في مصر حاليا، يعني اقفل موبايلك زي ما بيقولوا كده، اقفل باقه النت عندك زي ما بيقولوا، واقفل التلفزيون خالص، ما تتفرجش على قناه الزمالك، القناه الوحيده اللي داعمه ليك، هي الوحيده اللي بتتكلم في الحق، هي الوحيده اللي بتقول عنك كلام كويس، لان انت تستحق ان يتقال عنك كلام كويس، تمام. وما تسمعش لحد خالص، ما تنساقش ورا حد خالص من الناس اللي هي عايزه تطلعك بره تركيزك، ركز، انت بتلعب في نادي كبير، انت لعيب محترم ولعيب كبير، لولا كده انت ما كنتش لبست فانيله نادي الزمالك، كنا سمحنا ليك بالكلام ده. فاحنا كجمهور الزمالك مستنيين منك كتير جدا 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 جدا، جمهور الزمالك ذواق، حتى لو بعد الشر اتغلبت ومؤدي اداء كويس، بتلاقي جمهور الزمالك الوحيد اللي في العالم بيندهلك وبيسقف لك ومبسوطين طبعا، ومبسوطين جدا جدا بيك. فاحنا مستنيينكم تفرحونا، لان انتوا سبب فرحتنا بقالكم اكتر من سنه، وعودتونا على البطولات، يعني انتوا اللي معودينا على كده، انتوا اللي طمعتونا ان احنا ناخد دوري وكاس كل سنه مع بعض،
تمام. لا بالعكس، احنا طمعانين فيكم السنه دي ان احنا ناخد افريقيا كمان، يعني يبقى دوري وكاس وافريقيا ان شاء الله وسوبر، ويعني فاحنا طمعانين في زياده، احنا ما بنشبعش بطولات ومتعشمين فيكم جامد جدا جدا جدا، وان شاء الله انتوا تبقوا قد المسؤوليه. ركزوا، انتوا افضل لعيبه في مصر، لازم يحطوا في بالهم جدا، بس هتكسب اي حد. دور كبير كمان للاداره، اداره النادي طبعا برئاسه المستشار مرتضى منصور في دعم الفرقه، في دعم اللعيبه، بتدافع عن اللعيبه حتى يعني من خلال السوشيال ميديا السلبيه، يعني حتى بيقول لك انتوا زهقتوا اللاعب الفلاني مشيتوه، زهقتوا اللاعب العلاني، بيدافعوا عن اللعيبه، بيشكروا اي لعيب محترم، بيقوموا اي لعيب بيخرج عن السياق، في نفس الوقت بيدعموا الاداره الفنيه، الجهاز الفني، شايف ازاي دور الاداره في كم الدعم ده للعيبه والفريق والجهاز الفني؟ بص احنا طبعا بنشكر المستشار مرتضى منصور ومجلس ادارته بالكامل والاستاذ امير مرتضى على الجهد العالي جدا جدا المبذول، يعني هنبسطها كده احمد، يعني واحد بيحارب عشان النادي بسكينه قدام رشاشات ودبابات وبتاع، وواقف زي الاسد يعني ما تهزش، فانت داعم للنادي، لان انت يعني التطوير اللي حاصل في النادي ده كله يرجع طبعا بعد ربنا لمجلس اداره بيحارب عشان يجيب فلوس للنادي وبيحارب عشان يجيب مستحقات لعيبه. وخلي بالك المستشار مرتضى في عقوباته على اللعيبه يا احمد تحس انه اب، يعني عارف انت مثلا مشكله فتوح والحاجات دي، تحس انه اب بيعاقب ابنه اللي هو زعلان، انا زعلان منك، انا لما ابني بيعمل حاجه وحشه بصير عليه بشكل جامد جدا جدا جدا، وبعديها بلحظه باخده في حضني لان هو ابني، انا مش هذبحه، بس متضايق ان ابني هو اللي عمل كده، فهو تحس ان هو حتى في انفعالاته في قراراته تحس انه اب، تحس ان هو بيعامل لعيبه الزمالك كلهم ان هم اولاده، فدي حاجه جميله جدا جدا. خلي بالك اللعيبه كلها فاهمه ده، عشان كده محدش بيزعل من المستشار، يعني حتى لما هو بيصير على لعيب ولا بتاع اللعيبه فاهمه ان هو بيتعامل معاهم كاب، زائد ان اللعيبه دي يعني احترامي واخدين كل حقوقهم في ظل كل الصراعات اللي على النادي وكل الهجوم اللي على النادي وكل الضغط الخارجي والداخلي وكل حاجه اللي على النادي، والراجل واقف ما تهزش، بيجيب مصادر للنادي، بيجيب موارد للنادي، بيوفر للعيبه كل حاجه، حطك دايما وسط الكبار ماليا وكل حاجه كل حاجه واداريا وفنيا، جايب لك افضل من افضل المدربين اللي في العالم، ما هو ده راجل برضه سعره عالي جدا بالنسبه له هو والجهاز الفني بتاعه، جايب افضل لعيبه، بيجيب افضل صفقات، ودايما بيفكر في التطوير، ودايما يعني انا عايز اقول لك انا قاعد في النادي على طول المستشار، يعني الله يكون في عونه تقريبا ما بينامش والله، احنا بنشوفه النادي كل شويه، فاللي هو انت طب بتنام امتى؟ بتريح نفسك امتى؟ ما فيش، فهو شغله الشاغل النادي الزمالك، فاحنا بنشكره وبندعمه وبنقول له احنا في ظهرك، واحنا برضو زي ما احنا قلنا للعيبه انتوا عودتونا على ده، المستشار مرتضى عودنا على ده، وعودنا ان هو دايما يبقى واقف اسد ودايما يبقى واقف في ظهر الفرقه وفي ظهر النادي، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله، والناس تبعد عنه شويه كده عشان ربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله. كان في موضوع حلقتنا النهارده ما خدناش اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، تعالوا دلوقتي ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا بحضور طبعا كابتن محمد ابراهيم. الموضوع كان بيقول قائمه الزمالك لمواجهه بيراميدز في كاس مصر، شايف انت ازاي طريقه اللعب الامثل لحامل اللقب؟ تعالوا بقى نروح لاراء جمهورنا على السوشيال ميديا، هنبدا من عند فرح اللي بتقول صباح الخير والسعاده، شكرا جزيلا يا فرح. من وجهه نظري نبدا بخطه 3 4 3، عواد، الزناري، حسام عبد المجيد، المسلوسي، شيفو، دونجا، امام عاشور، سيد دمار، يوسف، اسامه ربيه، الجزيري، واحمد زيزو. كل الدعم والتوفيق وان شاء الله الكاس في متابعه، تحياتي ليك، بشكرك شكرا جزيلا. محمد الديري بيصبح علينا وبيقول قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز بتشهد عودة عمر جابر واستمرار غياب فتوح وعبد الله جمعة، أما بالنسبة لأفضل طريقة لعب هي 4-2-3-1، ولابد من الضغط على الخصم من أول دقيقة واستغلال الفرص المتاحة، لأن المباراة صعبة ولازم التركيز، وإن شاء الله توفيق يكون حليف لينا ونكسب 2-0 ونصعد لنهائي كأس مصر السنه دي زملكاوي. اشكرك شكرا جزيلا يا محمد. كريم
بيصبح علينا وبيقول القايمه بتاعت المباراه رائعه، وان شاء الله تكون مباراه بيراميدز تكون هي عوده الانتصارات، واتمنى ان فريرا يلعب بكثافه هجوميه 4-1-4-1 بتوفيق للعيبه لعيبه الزمالك. زملكاوي افتخر واشكرك جدا كريم، بس 4-1-4-1 دي حلوه مع جميله طبعا، عجبانه، بحب الخطه اللي هو يزق الفرقه كلها. انا بحب العب الخطه، لا بالعكس ده. انت بتعمل كتله عدديه. عارف مين اللي كان بيلعبها في كاس العالم؟ المغرب. انا بقول لك لا، المغرب كان بيلعبوا 4-1. انا شخصيا بحب الطريقه دي جدا، هي عايزه امكانيات لعيبه بس معينه بالظبط، تمام، وعايزه عايزه مثلا دونجا رؤى اللي هو اربعه وقدامهم دونجا رؤى، بس يبقى ليه يعني مهام معينه ان انت ما تطلعش بره الدايره، وان انت سبورت لاي حد بيغلط من الاربعه اللي قدامك، انت فاهم، ويبقى قدامه مثلا لو سيف جعفر وقدامه امام عاشور. دي عايزه روقان، هتكسب اي حد، دي عايزه حلقه لوحدها، هتكسب اي حد. شرفتنا ونورتنا يا هيبه حبيبي يا ابو احمد، شرفت ونورنا كابتن محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق، شرفتنا ونورنا في سهم قوس. انتهت حلقتنا من نهارك ابيض، على امل اللقاء ان شاء الله في حلقه جديده. اسيبكم بكره ان شاء الله مع نجمه نهارك ابيض الزميله انجي يحيى في حلقه جديده من نهارك ابيض. الى اللقاء.